قبل ما نبدأ التوقعات اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين وسووا لايك إذا عجبكم الفيديو وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وشنو القراءة القادمة اللي حابين نسويها سواء كان اختر كارت أو حسب الحروف لأنه حسب الحروف شوية هالفترة أشوفها مرغوبة أكثر. كتبوا لي بخانة التعليقات. اليوم راح نقرأ توقعات برج السرطان طبعا على الصعيد العام، الصعيد الصحي العاطفي العملي، مع تركيز على الصعيد الصحي اللي هو أهم جزء أنتوا تنتظروه بالقراءة. فخلونا هسه نبلش التوقعات. الطاقة العامة إلك يا برج السرطان، برج السرطان الطاقة العامة إلك هاي الفترة أشوف أنت برج السرطان، أشوف أنه أنت ممكن هاي الفترة ماخذ قرار أو أنت دا تحس بقوة إلهية جايتك، ممكن تكون روحانياتك عالية جدا خلال هاي الفترة، وممكن هنا هم اشوف انه لانه من خلال طاقتك العاطفيه اشوف انه انت ماخذ قرار انه انت توازن حاليا بين العقل وبين العاطفه، انت دا تحاول توازن بين مشاعرك وعواطفك خلال هاي الفتره، واشوف اكو قرار اخذته من بعد تفكير من بعد فتره طويله ممكن من الانعزال، لانه هنا اشوفك انت طالع من حالة عزلة. برج السرطان ممكن تكون انت صار لك فترة متهرب او منعزل من شخص او اشخاص، او ممكن حتى يكون بصورة عامة المحيط اللي انت بيه موجود، اشوف كنت منعزل صار لك فترة طويلة بس حاليا كأنه اشوفك راح تطلع من انعزالك. طبعا هاي بطاقة برج العذراء بالتارو، فممكن تكون انت تتعامل مع شخص من برج العذراء وانت ماخذ قرار اتجاه هذا الشخص انه تقطعه، او ممكن كشفت شيء عن شخص من برج العذراء وهذا الشيء خلى صورته تختل بداخلك، يعني تغيرت صورتك عنه. اما بالنسبة للشخص اللي وراك اشوف انه اكو عدم وضوح، اكو شخص عنده تساؤلات او عنده معلومات غير كافية، شوف اكو شخص اخذ قرار او دا يحاول انه ياخذ قرار بس ما كل معلومات الكافية عنده، اكو حقائق هو ما شايفه، اكو نوع من التشويش. ممكن هاي ايضا تكون طاقة كلام واصل لك والكلام هذا ما بيصحى من شخص كاذب، فحاول انه الاخبار اللي تجيك خلال هاي الفترة او حتى اللي اجتك حاول انه تتحقق بها اكثر، لانه هنا أنا اشوف اكو الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون الشريك او شخص بصورة عامة يقربك او يهمك، اشوف هذا الشخص دا يحس بفقدان حاليا، عنده فقدان دا يحس بالخسارة بالألم، وممكن تكون انت منعزل عن هذا الشخص وهذا الشخص ما يعرف سبب انعزالك شنو، فهذا الشيء مسبب له تعب نفسي، هو ما قاعد يعرف انت على شنو انعزلت من عنده ليش تركته، هو ما متوازن هذا الشخص، قاعد يبحث عن التوازن خلال هاي الفترة. طبعا هاي بطاقة برج القوس ايضا في حال كنتوا تتعاملون ويا احد هاي الابراج، طبعا مو شرط الابراج، اهم شيء قراءة تنطبق عليكم، وهنا طاقة برج الدلو او الجوزاء. فهاي كانت الطاقة العامة اللي انت بها حاليا. نبلش على الصعيد، راح ابلش لكم بالصعيد العملي الصعيد الصحي والعائلي حتى بعدها نبلش مباشرة نحكي لك قصتك العاطفية. على الصعيد العملي يا برج السرطان اشوفك مقيد جدا خلال هاي الفترة، انت على الصعيد العملي اشوف البعض من عندكم ممكن قبل فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل بسبب اشاعات بسبب منافسين، او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية وهاي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير، هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم. اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شيء، قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة دا تحس نفسك مقيد او عندك ليمت معين للمصاريف، دا تحاول انه تمشي مصاريفك بالعافية، يعني شلون نقول بالعافية، احنا يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذه تكفيك لاخر الشهر، كلنا نعرف انه احنا حاليا بأزمة، فممكن هاي الأزمة المادية مأثرة عليك. طبعا الورقة اللي طالع هناك للمال هي ورقة السفن وفوند مقلوبة، فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية، او حتى انه تخلي ليمت معين للمصاريف حتى ما تحتاج، ونفس الوقت تكون يعني شلون اوصف لك اياها، انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت او سواء بالبيت او اذا كنت انت مثلا
عندك مسؤوليات اتجاه العائلة، لأن البعض منكم أشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائلة، طلعت لي بالأسرة، فده تحاول تساعد، فده تحاول إنه تخلي وضعك المادي مستقر حاليا، وعندك تفكير كلش كبير بالمادة، مأثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة. فحاولوا إنه تفكرون بإيجابية شوية خلال الفترة اللي جاية، يعني خلوها على الله. أشوف أكو مساعدة من شخص من العائلة، مقرب من العائلة، راح يمد إيده وراح يساعدكم بمبلغ أو ممكن بإشي ثاني، إذا كنت مثلا رايد وظيفة أو شغل، خاصة للناس اللي خسروا شغلهم، أشوفه بسبب أقاويل أو حتى خسروا ممكن خسارة مالية، أشوف أكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلعه من الأزمة اللي هو موجود بها حاليا، واللي هي تشمل العمل والمادة. بالنسبة للصعيد الصحي إليك يا برج السرطان، اللي أشوفه أنه أنت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الأولى. البعض منكم يا برج السرطان طالع له هنا سيناريو موجود أنه أكو كلام وصل إليك أو انحكى عنك، الكلام هذا كان بيظلم، وهذا الكلام حاليا موجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي. اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة، وهاي الاقاويل او حتى المكالمة اللي اجت او الرسالة مأثرة على صحته بالدرجة الاولى. فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير، ارق، ما يقدر ينام، بعض منكم اشوف عنده صداع. اما البعض الثاني من برج السرطان أشوف عندك آلام بالعظام خلال هاي الفترة، حاول تنتبه عليها شوية، وحاول إذا زادت عندك هذه الآلام أنه تتجه إلى الطبيب استشارة طبية، بس إن شاء الله الأمور طيبة، يعني لا تخافون، الله ينطيكم الصحة والعافية. بس هي مجرد أشياء ممكن أنا أنبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء أكبر. فالبعض منكم أشوف قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم، لان هذا الشيء قاعد ياثر عندكم، ارق على منطقه الراس، صداع، وبسبب قلت لكم اقاويل اكو على برج السرطان، اكو ناس بدها تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائله. احذر من هاي الطاقه شويه واحذر من هذول الناس، وحاول انه تخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفتره الحاليه، لانه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية. بس اطمن، انا اشوف انه انت قد التحدي، فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل، بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية. اما بالنسبة للصعيد العائلي، برج السرطان اشوف على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن، اكو مصالحات مع البعض، البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب، شخصية الاب او الاخ الكبير، بس اشوف اكو مصالحة. اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعدة راح تكون، اكو شخص راح يقدم مساعدة لكم، قلت لكم اياها على الصعيد العمل ايضا، شخص من العائلة اشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي، راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك به خلال هاي الفترة، واللي قاعد اشوفه انه انت راح تقبله. هذا الشخص كبير بالسن، اشوفه اكبر من عندكم، والفترة الجاية خلال يعني 8 ايام راح يكون لك تواصل ويا هذا الشخص، وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفترة الحالية. هسه ننتقل للصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي اشوف اني عندي مقسومة القراءة العاطفية الى نصفين، للمنفصلين صار لهم فترة، ولل يعني الناس اللي هسه مرتبطين او رد بعلاقة هم موجودين. فخلي أبلش لكم أول مرة بالناس اللي هم أساساً بعلاقة بالفترة الحالية، يعني مرتبطين، يعني أشوف أنه الناس اللي حالياً بعلاقة أنتوا قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد، ممكن يكون أكبر منكم بالسن هذا الشخص، أو ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن، ممكن هو أكبر أو أنتوا أكبر، بس اللي قاعد أشوفه أنه أكو شخص مغرور متكبر جداً عنيد، وهو يحكي بكلمة آني آني آني، يعني من النوع اللي صعب يعبر عن مشاعره، وحتى من يعبر عن مشاعره تحس انه اكو بيها غرور، يحسسك انه هو اكو منية بالمشاعر اللي هو دا يقول لك اياها. هو هذا الشخص اني
أشوف أنه عنده مشاعر اتجاهك، هذا لا يمنع أنه هو مشاعر اتجاهك موجودة، ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء، الكبرياء زايد عن حد لدرجة أنه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره، هو يستحي يعبر عن مشاعر الشخص. ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقول لك أني إذا أعبر عن مشاعري وأبين ضعفي لهذا الشخص فهذا الشخص باكر راح يستغلني، راح يتعبني. أشوف أنه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة، وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمامه زائد بالناس خلته خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطي مشاعر، يعني مصدر وجه خشب للناس رغم انه هو اكو مشاعر بداخله. البعض منكم اشوف انتو عندكم زعل ويا هذا الشخص صار لكم فترة، ممكن 7 ايام وشي رقم، يعني اكو شي برقم 7 طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر. فهذا الشخص اشوف اذا صاير بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلح، طبعا هاي مو للمنفصلين، للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد. يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك، يريد يصالحك، هو مقدم لك كاس الحب يريد يصالح، ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء، هو دا يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي، انتظر شوية هو راح يبادر، هو راح يدز مسج، هو راح ينطيني اشارة حتى انا ادخل. فهو منتظركم هذا الشخص. طبعا الحلو انه العلاقه اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شويه وهو تعبان بحياته هوايه، هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه، فلهالسبب هو يشوف الناس بطرف عينه، يعني هو من يباوع حتى على الشخص تحسه يباوع بطرف عينه. وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتم تتعاملون وياه همينه، اذا كنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل، يعني هو طاقه هذا الشخص طاقه الامبراطور طالع، فهو كلش معظم نفسه، يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينة، بس انه من يوصل للمرحلة انه يستحي في يقول مشاعر ما يعبر عنها، فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مأثر عليه بحياته او مر بعلاقة فاشلة. وهنا هم ايضا طلع لي انه ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاشلة ضيع بها وقت ضيع بها تعبه وهتم، ولكن الطرف الثاني جاذب انه ممكن خذله او خيب ظنه، فهذا الشيء اللي مخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية، مخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا. بكل الاحوال البعض منكم، طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، لان هواي ناس يكتبوا لي بالتعليقات انه القراءة عكسية، القراءة عكسية، ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية، ممكن تكون انت الشخص اللي أنا داحت عليه وأقول شريكك، أنتوا أدرى أنتوا تعرفون أكثر لأنها قراءة عامة فمستحيل تنطبق عليكم كلكم، تنطبق على جزء من عندكم فقط، يعني ممكن تنطبق نسبة 50% 30% بس ما راح تنطبق 100% على الكل. هاي بالنسبة للبعض الأول. أشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين أكو صلح بعد تباعد صار بيناتكم، ممكن صار لكم 7 أيام أو ممكن أكثر، يعني الله أعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها. اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر انه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره واخيرا بعد فترة بعد تعب، بس ما اشوفها حتجي بطريقة مباشرة، راح يبلش خطوة خطوة. هو ما يحب، مو من النوع اللي يحب التسرع، هو شوي ثقيل قاعد بمكانه، فراح يبلش. طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة او منتظر انه انت تدخل له، بس راح يستسلم اخر شيء وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة، اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد سواء من ناحيتك او من ناحيته. اما بالنسبة للبعض الثاني اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة، دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية لأنه هاي العلاقة أشوفها مأثر عليكم هواية خلال هاي الفترة، دا تفكرون بها هواية، ممكن عندكم تخوف أو تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة. فالبعض من برج السرطان أشوفك دا تحاول تطلع من علاقة، الشخص هذا ما أشوف الغلط منه 100% أشوف الغلط بيك، ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي منفصل، طبعا هذا سيناريو ثاني.